نعم، الصحبة عبادة، أنت تعبد ربك بصاحبك وخليلك الذي تختاره، أنت تتعبدين الله جل جلاله بصاحبتك التي تجالسينها. يقول الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الأمة خير البشرية، يقول الله عز وجل له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ويقول له في مقام آخر: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يا محمد لا تجالس الأشرار ولو كان نبيا، يا محمد جالس الأخيار ولو كانوا أقل منك في الدين مرتبة، فأنت نبي وهم صحابة. تأملوا اللي جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسميهم صحابة، واللي جلسوا مع الصحابة نسميهم تابعين، واللي جلسوا مع التابعين نسميهم تابع التابعين، كلهم قرون مفضلة. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أرأيتم كم فضل الصحبة؟ لأنهم صحبوا أفاضل أصبح مقامهم فاضل. إخواني، أنا اليوم أرى أن بعضنا حتى ربما يكون كبير في السن فيرى أن مواضيع الكلام في الصحبة والصداقات أنه هذا أقل من مستواه. أقول لك إن الله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام وعمره فوق 40 سنة وهو نبي، يقول له: اصحب هذا واترك ذا. وتريد أنت يلي بلغت من العمر 60 أو 70 ألا تخاطب بخطاب النبوة؟ الكل لابد أن يخاطب بهذا الخطاب، رجال، نساء، كبار، صغار. من صاحبك؟ من جليسك؟ من خليلك؟ من الذي دائما تتواصل معه عبر الاتصالات الحديثة، الواتساب والتويتر والفيسبوك؟ من هو؟ أهم أولياء أم أنهم عصاة أم أنهم عوام؟ اختر لنفسك، اختر لنفسك. كما قال قائلهم: إذا أردت أن تصحب أحدا فاعلم أن هذا غدا هو الذي سيصلي عليك، أترضى أن يكون هذا ممن يصلي عليك وينزلك في قبرك؟ إن كان ترضاه فاصحابه، وإن كنت ترى أنه أقل من مستوى الصالحين والأولياء الذين تفرح إذا نزلوا في قبرك فاختر غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. إخواني أخواتي، انتهى الموضوع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء خلاص انتهينا. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أنا أقول يا أخوة الكرام، علينا أن نراجع أنفسنا ولو على الأقل في رمضان. من أصحابي؟ من أصحابك؟ رأينا بعض الناس فضلاء لكنهم في رمضان يصحبون أصحاب الخيام وأصحاب الجلسات اللي بعد التراويح، يسمرون مع بعض إلى الفجر، فرأينا في جلساتهم بيلوت، ضحك، أفلام، مسلسلات. هذا الرجل الفاضل لو انعزل عنهم لرفعه الله، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه واختار صحبة تبعده عن الله، فضيع رمضانه وضيع شهره وضيع وقته وضيع عقله وضيع فكره. إخواني وأخواتي، إني أناشدكم جميعا أن نعيد النظر، فقط نعيد النظر في أصحابنا، في أصدقائنا، في جلسائنا، في أحبابنا، في المقربين منا. من هم؟ وش علاقتهم بالله؟ كم عندهم من الديانة؟ حتى نعرف مقامنا عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يصحبون الأخيار ويحشرون معهم في زمرة الأبرار. اللهم صل على محمد وآله.